الخصال، وهذا حديث مسلم. قال وفي رواية زاد ابن أبي شيبة في المصنف، زاد ابن أبي شيبة في كتابه المصنف، وهم يصلون الضحى، فقال صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال من الضحى. قال وفي رواية لابن مردوية أو لابن مردويه في تفسيره قال وهم يصلون بعدما ارتفعت الشمس، أي زيد بن أرقم خرج عليهم وهم يصلون بعد أن ارتفعت الشمس، فكأنه أنكر عليهم وحثهم على أفضل الأوقات وهو عندما يرتفع أو ترتفع حرارة الشمس وترمض الفصال. وفي رواية أنه وجدهم قد بكروا بصلاة الظهر فقال ذلك. وفي رواية للطبراني أنه مر بهم وهم يصلون الضحى حين أشرقت الشمس، أي فقال لهم ذلك، كأنه منكر. قوله الأوابين، قال جمع أواب، وهو الراجع إلى الله تعالى. كان الأولى أن يقول وهو الرجاع، لأن الأواب صيغة مبالغة على وزن فعال، وأما الراجع فصيغة اسم الفاعل، وفي صيغة المبالغة ما لا يكون في صيغة اسم الفاعل. قال جمع أواب وهو الراجع إلى الله تعالى من آب إذا رجع، وإنما قال سماهم أوابين لكثرة رجوعهم واتصالهم وارتباطهم بربهم جل وعلا، وأن من الأسباب من أسباب الرجوع إلى الله أداء هذه الصلاة، وهو يدلنا على فضل صلاة الضحى. قال قوله إذا رمضت، قال بفتح الراء وكسر الميم وفتح الضاد المعجمة، أي إذا احترقت من حر الرمضاء، وهي شدة الحر. والمراد إذا وجد الفصيل حر الشمس، يعني ولم يقاوم. وعرفنا الفصيل ما هو، أنه ابن الناقة، ابن المخاط وبنت المخاط وابن اللبون، يعني ما له سنة أو أقل. قال والمراد إذا وجد الفصيل حر الشمس، ولا يكون ذلك إلا عند ارتفاعها. قال والحديث يدل على أن المستحب فعل الضحى في ذلك الوقت، يعني تأخير وقت الصلاة إلى ارتفاع الشمس، وقد توهم أن قول زيد بن أرقم إن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل كما في رواية مسلم يدل على نفي الضحى، يعني يدل على نفي صلاة الضحى، وليس الأمر كذلك، بل مراده أن تأخير الضحى إلى ذلك الوقت أفضل. ولعل الذين قالوا أو توهموا وفهموا هذا الفهم الذين أنكروا مشروعية صلاة الإيه؟ صلاة الضحى. ثم قال وعن عاصم بن ضمرة قال سألنا عليا رضي الله تعالى عن تطوع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنهار، فقال كان، أي فقال يعني علي رضي الله تعالى عنه، قال كان
يعني رسول الله يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى الفجر أمهل حتى إذا كانت الشمس من هاهنا يعني من المشرق مقدارها من صلاة العصر من هاهنا يعني قبل المغرب قام فصلى ركعتين ثم يمهل حتى إذا كانت الشمس من هاهنا يعني من قبل المشرق مقدارها من صلاة الظهر من هاهنا يعني من قبل المغرب قام فصلى أربعا وأربعا قبل الظهر إذا زالت الشمس وركعتين بعدها يعني بعد الظهر وأربعا قبل العصر يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. قال الحديث رواه الخمسة إلا أبا داود. مناسبته للترجمة هو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر من الأوقات التي كان يصلي فيها صلاة الضحى، وإن لم يقتصر على صلاة الضحى بل تكلم على التطوع يعني غير الفريضة، فبين أنه يصلي بعد طلوع الشمس وارتفاعها وهي صلاة الضحى، ويصلي قبل صلاة الظهر، ويصلي بعد صلاة الظهر، ويصلي قبل صلاة العصر. وظاهر هذه الرواية أنه كان يصلي أيضا بعد الإيه؟ بعد العصر. هذه الأوقات التي يتطوع فيها بالنهار، وهذه الصلوات التي يتطوع بها كما مر بنا منها ما هو سنة راتبة كأربع قبل الظهر وركعتين بعدها وأربع قبل العصر، ومنها ما هو تطوع مطلق ليس براتبة كركعتي أو أربع في صلاة الضحى. واضح؟ هذا ما دل عليه حديث علي رضي الله تعالى عنه، ومناسبته للترجمة أمر معروف واضح بين. يقول: وعن عاصم بن ضمرة رحمه الله قال: سألنا عليا يعني ابن أبي طالب رضي الله تعالى عن تطوعي يعني عن الصلوات التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصليها زيادة على صلاة الفريضة، فكل ما زاد عن الفريضة يسمى تطوع، والدليل على ذلك ما جاء من حديث الرجل الأعرابي الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسأله: يا رسول الله، ما علي من الفرائض؟ فقال: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي شيء غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فدل ذلك على أن ما زاد عن الفريضة يسمى تطوعا، سواء كانت الصلاة ذات سبب كصلاة العيد وصلاة الاستسقاء، أو كانت الصلاة راتبة
كصلاة الرواتب السنن الرواتب الاثنتي عشرة ركعة، أو كانت نافلة مطلقة كصلاة الضحى وقيام الليل والوتر وغير ذلك. قال سألنا علي رضي الله عنه عن تطوع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنهار، ويلاحظ ان سؤالهم عن صلاته بالنهار يشعر بانهم كانوا عارفين صلاته بالليل، وانما ارادوا معرفة صلاته بالنهار. فقال كان اذا صلى الفجر امهلا، يعني انتظر حتى اذا كانت الشمس منها هنا، يعني من جهة المشرق، مقدارها من صلاة العصر منها هنا، يعني اذا انكسرت الشمس، كناية عن ارتفاع الشمس في اول النهار، هذا معنى قوله حتى اذا كانت الشمس منها هنا، يعني من المشرق، مقدارها من صلاة العصر منها هنا، يعني قبل الغروب او قبل المغرب، قام فصلى ركعتين، يعني ركعتي الضحى. وهذا الحديث يوافق في معناه حديث زيد بن أرقم من أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يصلي الضحى إلا إذا ارتفعت الشمس، لكن يخالفه من حيث عدد الركعات، فإن حديث عائشة وغيره ذكر أربعا، وبعضها ذكرت ستا، وبعضها ذكرت ثمان، وبعضها اثنتي عشرة، ورواية علي أنه يصلي ركعتين. قام فصلى ركعتين، قال ثم يمهل، يعني ينتظر حتى إذا كانت الشمس منها هنا، يعني من قبل المشرق، مقدارها من صلاة الظهر منها هنا، يعني من قبل المغرب، قام فصلى أربعا، يعني حتى إذا زالت الشمس وتحولت من ناحية المشرق إلى ناحية المغرب، تحولت من ناحية المشرق إلى ناحية المغرب، قام فصلى أربعا، وأربعا قبل الظهر. والظاهر أن هذه الأربع غير الأربع الركعات التي هي السنة الراتبة إذا زالت الشمس، وركعتين يعني يصليهما بعدها، والضمير في بعدها يعود إلى صلاة الظهر، أي يصليها بعد الظهر ركعة، فدل ذلك على أن السنن الرواتب في صلاة الظهر أربعا قبلها وركعتان بعدها. قال وأربعا قبل العصر، أي يصلي أربع ركعات، وهذه الأربع الركعات قبل العصر هل هي من سنن الرواتب أو لا، محل خلاف بين الفقهاء، لأنهم ذكروا سنن الرواتب ركعتان أربعا قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر، هذه اثنتي عشرة ركعة. فمن عدى قبل الظهر أربعا وبعد الظهر ركعتين لم يعد أربع ركعات قبل صلاة العصر من الرواتب، بل جاء عنه عليه الصلاة والسلام أن لها ثوابا خاص، حيث قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة، رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة. قال يفصل كل ركعتين بالتسليم، وقوله كل ركعتين هل هو عائد إلى صلاة العصر فقط ولا يشمل كل الصلوات الرباعية؟ ظاهره كذلك، الأربعة التي يصليها
قبل الظهر، والأربعة التي يصليها رواتب للظهر يصليها ركعتين ركعتين، يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين كناية عن التشهد ومن يتبعهم من المسلمين والمؤمنين. قال رواه الخمسة إلا أبا داود. يقول الحديث رواه الخمسة يعني أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه، لأنه استثنى أبا داود، ولذلك يقول الإمام الشوكاني معقبا الحديث حسنه الترمذي وأسانيده ثقات، وعاصم بن ضمرة فيه مقال، ولكنه قد وثقه ابن معين وعلي بن المديني، وهما إمامان وجبلان في علم الجرح والتعديل. قوله إذا كانت الشمس من ها هنا يعني من المشرق مقدارها من صلاة العصر من ها هنا قبل المغرب، أو المراد من هذا أنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى ركعتي الضحى، ومقدار ارتفاع الشمس من جهة المشرق كمقدار ارتفاعها من جهة المغرب يعني قبل الزوال عند صلاة العصر. وفيه تبيين وقتها يعني وقت صلاة الضحى. قوله حتى إذا كانت الشمس إلى قوله قام فصلى أربعا، المراد إذا كان مقدار الشمس مقدار بعد الشمس عن مشرقها كمقدار بعدها عن مغربها عند صلاة الظهر يعني بعد الزوال مباشرة، فيكون مقدارها قبل الزوال مباشرة، قام فصلى ذلك المقدار. قوله إذا زالت الشمس هذا تبيين لما قبله، وفيه دليل على استحباب أربع ركعات إذا زالت الشمس. قال العراقي وهي غير الأربع التي هي سنة الظهر قبلها. قال وممن نص على استحبابها، أي وممن نص على استحباب صلاة الزوال، الإمام الغزالي في الإحياء في كتاب الأوراد، يعني في كتابه المسمى بالإحياء، واسم كتاب الإحياء إحياء علوم الدين. هذا الكتاب كتبه الإمام الغزالي، ذكر فيه أذكارا وأورادا وسننا ومسائل كثيرة تتناول قضايا فقهية ومواضع من السلوك ومن التصوف، فالكتاب معروف مشهور في أوساط المجتمعات الإسلامية. فيه الحسن وفيه كما يقولون الغث والسمين، ولذلك الإمام العراقي رحمه الله تتبع الإمام الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين، وخرج الأحاديث التي وردت في هذا الكتاب وبين درجاتها وصحيحها من سقيمها ومقبولها من مردودها، ورحمة الله على الجميع، مؤلف الكتاب ومخرج أحاديثه، فإنهم أرادوا بذلك يعني النفع، فقد أصاب رحمه الله فيما أصاب وله أجران، وما كان فيه على غير الصواب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأجره أجرا يعني
على اجتهاده الذي اجتهد. قال: وممن نص على استحباب صلاة الزوال الغزالي في الإحياء في كتاب الأوراد، ويدل على ذلك ما رواه أبو الوليد ابن مغيث الصفار عن عبد الملك بن حبيب قال: بلغني عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من عبد مسلم يصلي 4 ركعات حين تزول الشمس قبل الظهر يحسن فيها الركوع والسجود والخشوع، يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب. قال: وذكر حديثا طويلا. هذا الحديث رفعه وتعقبه الإمام الشوكاني بقوله: ورواه الطبراني موقوفا على ابن مسعود. لكن كما هو معلوم عند الفقهاء إن مثل هذه الأحاديث التي تترتب عليها أو التي تدل على أفعال يترتب عليها ثواب معين فإنها وإن ذكرت موقوفة إلا أن لها حكم الإيه؟ حكم الرفع. ذلك لأن مثل هذه الأمور لا تقال بالرأي وليس للرأي فيها مجال، وإنما هي مرفوعة حكما شريطة أن يصح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه الرواية التي بين أيدينا لم يصح الخبر فيها لأنها مرسلة ولأنها منقطعة، حيث قال الراوي فيها: بلغني عن ابن مسعود. ده الملك بن حبيب قال: بلغني عن ابن مسعود. وكما يقول العلماء بين عبد الملك بن حبيب وبين عبد الله بن مسعود مفاوز تنقطع فيها أعناق المطيء، يعني رواة بينهم انقطاع، فلم يدرك عبد الملك ابن حبيب لم يدرك ابن مسعود، ولذلك فالحديث منقطع. ويكفي أنه بلاغ، ومعروف البلاغات وأحكامها. قال: ورواه الطبراني موقوفا على ابن مسعود. وما أخرجه الطبراني في الكبير عن ابن عباس، يعني من الأدلة التي تدل على مشروعية صلاة الزوال، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا استوى النهار خرج إلى بعض حيطان المدينة وفيه قام فصلى 4 ركعات لم يتشهد بينهن ويسلم في آخر 4. قال: وقد بوب الترمذي للصلاة عند الزوال. وذكر حديث عبد الله بن السائب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي 4 بعد أن تزول الشمس، وأشار إلى حديث علي هذا. وأما قوله أشار إلى حديث علي هذا هو ما اعتاد الإمام الترمذي أن يقول فيه إيه؟ وفي الباب عن فلان وفلان، فذكر قال: وفي الباب عن علي رضي الله تعالى عنه. الحيطان جمع حائط، وهو كناية عن البستان، يعني إن النبي كان يخرج إلى بساتين، إلى بعض البساتين. سمي البستان بالحائط لأنه قد جرت العادة أن من زرع بستانا له بنى عليه إيه؟ سورا، أحاطه بسور حتى يسمح لمن أراد أن يدخل ويمنع من أراد من الدخول. فأطلق الحائط على البستان من باب إطلاق الجزء وإرادة الإيه؟ وإرادة الكل. واضح؟ قال: وأشار إلى حديث علي هذا وإلى حديث أبي أيوب وهو عند ابن ماجه وأبي داود بلفظ إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: 4 قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء.
فهذه الأحاديث بطرقها المتعددة تدل على أنه يشرع صلاة الزوال. السلام. قوله وركعتين بعدها يعني بعد صلاة الظهر، وأربعا قبل العصر يعني قبل أن يصلي صلاة العصر، وقد مر بنا هذا في باب سنن الرواتب. قال باب تحية المسجد. قال عن أبي قتادة يعني الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. رواه الجماعة والأثرم في سننه، ولفظه أعطوا المساجد حقها. قالوا يعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما حقها؟ قال أن تصلوا ركعتين قبل أن تجلسوا، أن تصلوا ركعتين قبل أن تجلسوا. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من الكلام على مسألة صلاة الضحى وأتبعها بذكر صلاة الزوال أو سنة الزوال، انتقل إلى الكلام على الصلوات ذات السبب بعد أن فرغ من الصلوات المطلقة، بدأ يعني النوافل المطلقة، بدأ يتكلم عن الصلوات ذوات السبب. ومن الصلوات ذوات السبب دخول المسجد، فإذا دخل الإنسان المسجد فيسن له ويندب له أن يصلي ركعتين تحية المسجد. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا الحديث جاء من طرق متعددة، ومن أبرزها ما جاء في قصة سليك بن سلكة الغطفاني، فإنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب، فدخل وجلس، فقطع النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطبته، ثم قال لسليك أصليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين. لذلك اختلف الفقهاء في حكم هاتين الركعتين، فذهب الجمهور الأئمة الأربعة وسائر الفقهاء إلى أن ركعتي تحية المسجد مندوب إليها، سنة وليست واجبة. وذهب أبو محمد أو أبو علي داود بن علي الظاهري وجماعته إلى أن ركعتي تحية المسجد واجبة، أخذا بظاهر الأمر، قالوا فإن الأمر يقتضي الوجوب، وإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علق دخولها أو صلاتها بدخول المسجد. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.